بصراحه. لو شفت محمد معروف بيحكم في الدوري الممتاز الاسبوع اللي جاي، لو شفت محمد معروف بيحكم في الدوري الممتاز الاسبوع اللي جاي، هعرف ان كلاتنبرج جاي يعني بيهزر. انت النهارده حتى لو مش تعلن عن عقوبات الحكام لازم تبقى العقوبات يعني بالعقل. الحكم النهارده اللي بيغلط لازم ينزل يحكم في الدرجه الثانيه، ينزل يحكم في الممتاز به اسبوعين، يحكم في الممتاز به. هو كل العالم بيعمل كده، فانا عايز اشوف ايه الاجراءات اللي بتتاخد ضد الحكام. ما انا اوكي ماشي، انت بتطلع كلاتنبرج انا من اكبر الداعمين ليك، لكن النهارده ما تطلعش تعرض لي الحالات بعد كل اسبوع، الحالات الايجابيه اللي انت يعني بتصيد فيها الحكام، او بتقول ان لجنه الحكام بتوافق موافقه على قرارات حكم الساحه او حكم الفي ار، وتعرضها لي وما تعرضش المواقف الثانيه اللي فيها اخطاء. يبقى احسن ما تعرضش حاجه، ما تعرضش حاجه. احنا طالبنا على فكره بوجود خبير تحكيم اجنبي، وطبيعي ان يبقى فيه، او مش طبيعي، ماشي ان يبقى فيه اخطاء، لكن لازم يبقى فيه حزم، لازم يبقى فيه حزم، ولازم يبقى كلاتنبرج قاري التاريخ وقاري اللي بيحصل، ولازم يقول للحكام ما تخافش، خد قرارك طالما انت شايف ان هو صح قدام اي حد، خد قرارك وما يهمكش، احنا في ظهرك، احنا في ظهرك واحنا هنحميك واتحاد الكرة هيحميك. انما يبقى المشهد بالمنظر ده، ده كلام يعني ما يصحش ان هو يبقى موجود في الدوري المصري سنه 2022. ما يصحش. الكره دي طرد، الكره بتاعت الماتش اللي فات طرد، وفي حالات كتير، في اكتر من حاله. لازم يا جماعه يبقى في تدخل من المسؤولين في موضوع الحكام. انت لسه، احنا لسه بنبدا موسم، ولسه النتائج الناس يعني ايه على البارد زي ما بيقولوا. لما الدنيا تسخن، الدنيا تسخن، وانت النهارده المنافسه تسخن، والاسابيع تعدي، واخطاء زي دي بتحصل، انت بتخلق حاله من الاحتقان كبيره جدا، وبتفقد مصداقيتك. خلاص خلوا بقى الاهلي والزمالك يلعبوا دوري لوحدهم، يلعبوا دوري لوحدهم، يلعبوا بعض هم 15 مره، وباقي الفرق يلعبوا مع بعض، مفيش مشكله. اعمل الدوري مجموعتين، مجموعه فيها الاهلي والزمالك يلعبوا بعض 10 مرات في السنه، وخلي بقيه الدوري يلعب. عايز يبقى عندك كوره ولا مش عايز يبقى عندك كوره؟ عايز يبقى عندك منافسه ولا مش عايز يبقى عندك منافسه؟ انتوا عايزين ايه؟ الكوره اداه للالهاء، ولا الكوره فيها منافسه شريفه واستثمار وناس بتستثمر ولازم تاخد حقها؟ قولوا لي. طبعا في ناس من جمهور الزمالك هيزعلوا، هيقولوا ازاي ميدو بيقول كده بتاع. لا هقول كده، لان ده شغلي واكل عيشي، وده الحق والعدل وعدل ربنا والمصلحه العامه. وجمهور الاهلي هيزعل مني ان انا بتكلم على كره طار وبتاع، لكن الكره طارد يا جماعه، الكره طارد، ما فيهاش كلام. هو ما اصل في الكوره ما ينفعش ان انت تالف قانون، قانون بيقول لك طالما ان واحد اساء تقدير الكوره والتحم مع واحد من فوق في انكر رجله طرد مباشر. ما فيهاش بقى، اصل سمعت ناس بتقول كلام ما يصحش ان هم يقولوه، ما تضحكوش على نفسكم. ناس بتطلع تحلل في التحكيم يقول لك اصل رجليه لمست الارض ولمست جزء من بتاع. ما تالفش قانون عشان تاكل عيش، ما تألفش قانون عشان تاكل عيش، عيب. هو القانون واضح، طالما الكونتاكت حصلت من فوق، من فوق زي ما في قانون كده، طالما ان المهاجم مثلا في الكره في جوه ال 18، المهاجم وصل للكره قبل المدافع او قبل حارس المرمى، اي كونتاكت ضربه جزاء خلاص. لو الحارس او المدافع هو اللي وصل للكره، لمس الكره قبليها، مفيش حاجه، ده قانون، ده قانون. للاسف، للاسف، وبقولها علانيه، في ناس بتطلع تحلل المواقف التحكيميه والحالات التحكيميه على المزاج وعلى الكيف، على المزاج وعلى الكيف. والناس دي انا بحبهم وبحترمهم، لكن اللي انتوا بتعملوه اوفر قوي وزياده قوي، وما يصحش انه يكون
في بلد زي مصر ان احنا نطلع ندلس تدليس تدليس عشان اكل عيش عيب. ما ينفعش ما ينفعش. الكوره كوره، الكوره كوره، القانون في الكوره قانون، وفي حالات تقديريه، لكن كره القدم الحديثه والتطور بتاع القانون في كره القدم والتعديلات اللي بتحصل ما سابتش للحكم مساحات كبيره من التقدير زي زمان. ما سابتش للحكم مساحات كبيره من ان انت تقدر زي زمان. هي القصه واضحه، وفي عندك تكنولوجي، وفي عندك في ار وتقنيه الفيديو وناس بتساعدك. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ما تخليك شجاع واحسب القرارات الصح. وتاني هتقول يا ميدو انت في صف الانديه الصغيره والانديه اللي ملهاش جماهير، اه في صفهم، لان حرام المدربين بتشتغل، المدربين بتشتغل وبتتعب وبتخلص وبتموت نفسها واللعيبه بتموت نفسها، وفي الاخر انت حتى مش عايز تديله فرصه عادله يا عم ان هو يتعادل بلاش يكسب. الناس بتدفع ملايين ملايين الملايين. الكلام ده يا جماعه لازم يتغير في مصر.